طبعا ده الكود اوف براكتس للبيم اي سبمشن، الحاجات اللي انت هتسلمها من البيم ده تبع كود السيناتور. فبيقول لك انت المهم بالنسبه لك ان انت تسلم الاركتكشر للمنظمات ديت، تمام، اللي هي تاخد منك الموافقه، واللي جايه للبيلدنج اند كونستراكشن اثورتي، الام بي هتدي للبيلدنج اند كونستراكشن اثورتي، هتدي للسيتي جاز ناشونال انفيرمنت اجنسي عشان تاخد موافقه بالمبنى بتاعك، السنافورة سيفل ديفنس فورس، كل دول لازم تبعت لهم الشغل بتاعك، تمام. السكوب اللي هيبقى موجود هنا في الكود ان هو الديليفرابل، السايت موديل سيت اب، السكيل، فايل نيم، كل الحاجات دي لازم تعملها مظبوط على اساس ان انت تاخد الابروفال. وانا بقى ببدا يديني بعض التعريفات، ايه هو البيم، ايه هو الفيو، الديليفرابل، الايربن ده هياخد منك ملف الريفت وياخد منك ال دي دبليو اف والبي دي اف وملف البي ام اكس، اي واحد من الثلاثه دول. البيلدنج كونستراكشن اثورتي لو انت شغال في سنغافوره بياخد منك الار اف تي ملف الريفت الاصلي، او بي ال اي لو انت شغال على اول بلان، يعني كل البرنامج اللي انت شغال عليه بيطلع بي دي، هو عايز الملف الاصلي وعايز في نفس الوقت دي دبليو اف او البي دي اف. الباقي كله مش عايز منك الملف الاصلي، هو عايز منك ال دي دبليو اف او البي دي اف او ملف البيم اكس. الانشائي هو بيدي قلنا البيلدنج اند كونستراكشن اثورتي، ده لازم تدي له الملف الاصلي وتدي له الدي دبليو اف، والام بي نفس اللي فوق. كده بيقول لك كل منظمه تديك التصريح هل هي بتاخد الملف الدي دبليو اف ولا لازم تديها الملف الاصلي كمان. طيب هما بيعملوا تشيك على بعض الحاجات، فلازم تتأكد إن أنت ماشي بنفس الحاجات ديت، يعني مثلا الفيوهات اللي لازم تبقى بالسكيل مظبوط بتاعتها، طريقة التسمية، أول حاجة مثلا بنسمي البيلدنج أي دي، يعني أنت لو أنت عامل شغل مظبوط بس الاسم من بره في غلط، فكأنك أنت مثلا كتبت جواب والعنوان كتبته غلط فمش هيروح. البيلدنج أي دي ده بس حروف. الأسر هيبدأ يكتب الاسم بتاعه مثلا من حرفين اختصار، الموديل بارت، الزون بلوك لو انت مقسم الموديل بتاعك، سبمشن فيرجن اهوت تقدر تديله خمس حروف، السوفت وير. طيب هيبان اكتر لو في مثال، يعني هو بيقول لك اهو التيبل اللي هو 7 اللي هو دوت اللي هو الاسر، حط له مثلا لو اركتكت هياخد حرف الاي، لو سيفل انجينير هياخد حرف السي وهكذا. بس التيبل 8 اللي هو دوت اللي هو سبمشن فيرجن اهوت اللي هو دوت، لو اول مره هتديله ايه، لو تاني مره هتديله بي، لو تالت مره هتديله سي، رابع مره دي وهكذا. لو التيبل 9 اللي هو بيتكلم بقى على السوفت وير، لو انت شغال بالريفت هتقول له ار 17 او 19 يعرف تشتغل بقى ليه الظاهر. اليوكوسين مثلا هياخد حرف ال V 8 I، التكلا هياخد T 19 20 21 حسب النسخة بتاعتك، هيبقى الاسم بالشكل ده، تمام. أول حاجة اللي هو الاختصار بتاع المشروع، ده معمول بصفة مين، الأركتكت ولا الاستراكشر ولا الجزء بقى البلوك يعني جزء، وبعد كده السبمشن، وبعد كده السوفت وير فيرجن اللي هو ده ار 15 ار 15 يبقى ده ريفت 2015. وبعد كده تقدر تحط ده مثلا ده المين، ده الكافيتيريا وهكذا، بحيث ان انت اول ما تشوف الاسم او تعرف ده انهي مشروع وانهي مبنى ومشغل بقى انهي نسخة ريفت. مثلا لو مكتوب ريفت 2015 بيشتري صح على ريفت 2017، فهو من الاسم ده عمل لك ميزة حلوة جدا لو انت بتفتح الملف. وانا بتكلم على التقسيمات بتاعتك، اسم المشروع، بعد كده سب فولدر اللي هتبدأ تحط فيه الشغل بتاعك، الفيو نيم، كل فيو هتبدأ تديله الاسم بالشكل دوت، الاجنسي اهوت، والتايب اوف فيو نوع الفيو دوت، طبعا هيوضح بيه المثال. يعني اول ما تلاقي كده ده اتعمل بواسطة البي سي اي، اللي في بيه ده فلور بلان. طيب لو هو سيكشن، يجي هنا السيكشن هاخد اف اكس، الديتيل هاخد دي تي،
ال 3D هياخد هو 3D. الصورة دي بقى بتسهل علينا إن بعرفه. طيب ال PCA ده اللي هو ده هيروح لأني جهة توافق عليه، بحيث إن أنت أول ما تلاقي الفيو تقدر تقراه وتفهم منه إيه المقصود بالحاجات دي. الأنيميشن والدايمنشن برضو ليها طريقة التسمية، الكالر بحيث تدي كل سيستم لون معين، بحيث أول ما تشوفه تبقى عارف ده معماري ده إنشائي وهكذا. الكفر بيج تبدأ تحط هنا الشغل بتاعك، وتبدأ تحط هنا المعلومات أي ليجند هنا، وبعد كده تبدأ تحط هنا اسم المشروع ووصف بتاعه واسم الناس اللي شغالة في المشروع. هنا الـ core information تبدأ بقى تحط المعلومات الأساسية في المشروع دي، الجداول المستخدمة.